مرة عيل بيسأل أبوه: هو الإنسان اتوجد إزاي؟ قال له: يا ابني إحنا أصلنا من آدم وحواء. راح لأمه وسألها: هو الإنسان اتوجد إزاي يا ماما؟ قالت له: احنا كنا قرود واتطورنا يا ابني. رجع لأبوه يقول له: هو أنا أسألك يا بابا تقول لي آدم وحواء، وأسأل أمي تقول لي كنا قرود واتطورنا؟ قال له: يا ابني أنا بكلمك عن أهلي، ماليش دعوة بأهل أمك. اختبئت الزوجة تحت السرير قبل عودة زوجها من العمل، بعدما كتبت له ورقة تعلمه فيها أنها غادرت المنزل ولا تريد العودة مرة ثانية. مكثت تحت السرير وانتظرت لترى ردة فعل زوجها. دخل الزوج وقرأ الورقة، ثم أخرج قلما من جيبه وكتب على الورقة شيئا. بدل الزوج ملابسه وهو يغني، أمسك هاتفه المحمول وقال: كوريا، أيوة يا حبيبتي، أنا بلبس وسوف أتي إليك الآن. الحمد لله غارت في داهية، ربنا ما يرجعها، كانت جوازة مهببة. يا ريتني قابلتك قبل ما أشوف خلقتها، نص ساعة وهبقى عندك، سلام. نزل الزوج والزوجة مستشيطة غضبا وهي تحت السرير. خرجت وذهبت لترى ماذا كتب على الورقة. لقيته كاتب: رجليكي باينة من تحت السرير يا هبلة، هجيب غدا وجاي. أنا جاي طالب إيد بنتك يا عمي. وانت بقى معاك ايه يا ابني؟ معايا 7 كيلو سكر وتسعة مولتو وتسعين رتل بنزين. الشربات بسرعة يا بيت. واحدة بتعيط على أبرة جزمة وبتقول: اتبهدلنا من بعدك يا إبراهيم، صالح عاوز جزمة، وسمير عاوز منطلون، ونهى عاوز فستان. جالها جزمة في المنام وقال لها: يا فوزية أنا ميت مش دبي. في ولد صغير اسمه كوكا، رسام محترف جدا، كل يوم بيرسم $100 على أرض الفصل، ويدخل الأستاذ بيفكرها حقيقية، فلما ينزل الأستاذ لياخدها من الأرض الأولاد بالفصل يفضلوا يضحكوا عليه. راح على بيت كوكا عشان يشتكيه لأبوه، لقي أبو كوكا ملفوف بشاش ونايم على السرير. قال له الأستاذ: خير أبو كوكا؟ سلامات، إيه اللي عمل فيك كده؟ رد أبو كوكا وقال: كوكا رسم أمه على الحيط وحطها على بريزة الكهرباء. أخيرا الحلم اتحقق. عاوز نبعد عنك؟ لا، ما تقوليش الكلام ده تاني. طب أنت بتحبني؟ أكيد. طيب ممكن تفكر تبعد عني؟ لا طبعا. طب ممكن تديني بوسة؟ طبعا، وعلى خدك كمان. طيب أنت ممكن تضربني في يوم من الأيام؟ لا طبعا، أنا مش من نوع ده من الرجالة. ممكن أثق فيك؟ أيوة، بعد سنة من الجواز. ممكن أثق فيك؟ لا طبعا، أنا مش من نوع ده من الرجالة. طيب أنت ممكن تضربني في يوم من الأيام؟ طبعا، وعلى خدك كمان. طب ممكن تديني بوسة؟ لا طبعا. طيب ممكن تفكر تبعد عني؟ أكيد. طب أنت بتحبني؟ لا، ما تقوليش الكلام ده تاني. عاوز نبعد عنك؟ واحدة بتسأل جوزها: ايه الفرق بين الزوج المحترم والزوج اللي مش محترم؟ قال لها: اللي مش محترم لو متجوز غزالة برضو عينه هتزوغ على المعز اللي في الشارع، لكن المحترم لو حواليه 1000 غزالة مش هيبص غير للمعزة اللي معاه في البيت. فقالت له: ايوة يعني انا غزالة ولا معزة؟ فقال لي: ما على حسب المثل اللي انا قلته، لو انت غزالة هبقى انا عيني زيغة، ولو انت معزة هبص لحد غيرك، تحب ايه؟ ردت وقالت له: الام المصرية لو جدها مش موجود ما بتعملش غدا للولاد، ولو جدها في الشغل ما بتعملش غدا للولاد يا عين، ولو جدها معزوم ما بتعملش غدا للولاد، ولما بتزعل من جدها بتقول: انا عايشة معاه عشان ولاده، كان ما تغدوهم الاول يا ولية عشان يعيشوا. امبارح وانا عند الدكتور واحد عامل لمراته تحاليل ب 800 جنيه، وهو طالع سمعته بيقولها: نهارك اسود لو مطلعش عندك حاجه. حشاش رجع بيته متاخر، مراته سالته: كنت فين يا سوبرمان؟ قالها: كنت بلعب كوتشينو مع اصحابي. قالت له: وكسبت يا سوبرمان؟ قالها: ايه حكايه سوبرمان؟ قالت له: ما هو محدش بيلبس الكلوت فوق البنطلون غير سوبرمان يا روح قلبي. راجل محترم اخذ مراته يفسحها بالعربيه، اذ فجاه مرات شافت بقر ماشيين جنب الطريق، حبت يكون دمها خفيف وقالت لجوزها: قرايبك دول يا حبيبي. جاوب بكل بساطة: فعلا يا حبيبتي دول أهل مراتي. واحد بيهزر مع مراته وبيقول لها: عاوز اتجوز عليكي. قالت له بكل برود وهي نايمة: ان شاء الله بالساحق والماحق والغضب المتلاحق.
تمر بضيق وتطلع من ضيق، وستة وستين ابريق ما يبلو لك ريق، تجري ورا الرغيف والرغيف يجري وراك، انت في سيارة والرغيف في طيارة، وان شاء الله تعيش مع الفيران من قلة الجيران، وتنام في الخرابة من قلة القرابة. وفي الاخر قالت له: يا شيخ خليني نايمة وسكتي، ما تخلينيش ادعى عليك، النهاردة الجمعة. كل ده وكانت نايمة، امال لو كانت صاحية كانت عملت فيه ايه؟ مرة واحد عجوز بيقول لمراته العجوزة: تيجي نرجع شباب تاني. قالت له: خلاص روح استنانا في المكان اللي اتقابلنا فيه أول مرة. راح قعد يستناها ساعة واتنين وتلاتة وما جتش. بعد ما روح لقاها بتعيط بيسألها: ما جتيش ليه؟ قالت له: ماما مرضيتش تنازلني. الست بتاخد كل حاجة من الراجل، قلبه لو حبها، كرامته لو عكسها، راحت باله لما يفكر فيها، تحويشت عمره لو خطبها، مرتبه لو اتجوزها، ومعاشه لو مات، وفي الاخر يقولهم: خدنا ايه من الرجال غير واجع القلب. راجل ومراته قاعدين في غابة، فالراجل قال لمراته: حلوة الغابة دي قوي وهادية ومفيش اللي انا وانت فيها. قالت: يا الله شكله هيحضنني ده ولا ايه؟ قال لها: تصدق لو ادبحك وادفنك هنا محدش هيعرف. واحد متجوز وقاعد وماسك عقد الجواز في ايده وبيبص فيه، مراته عدت عليه بالصدفة فبتقول له: ماسك عقد الجواز ليه يا حبيبي؟ قال لها: مش عارف يا حياتي، من الصبح عمال ادور مش عارف المأذون كتب تاريخ انتهاء العقد ده فين. مرة واحد متجوز وعنده 8 ولاد، السبع ولاد الكبار بيض وشقر وعيون ملونة، والولد الثامن اسمر وشكله مختلف. من يوم الولد الاسمر ده متولد والراجل شكك في مراته وحاسس انه مش ابنه. مرت سنين وجات الأم تعبت تعب موت وهي نايمة في السرير وخلاص بتودع، قالت للولاد: أنا عايزة أبوكم، اطلع كلكم برا واسبونا لوحدنا، أنا عايزة أخلص ضميرة وأعترف لك بالسر اللي كتمت جوايا سنين طويلة. الراجل قعد يعيط وبس في الأرض وقال له: أنا عارف وساكت من زمان، الولد الأسمر؟ لا، السبع البيض. سودان اتجوز أوكرانية على مراته السودانية، رجع يصالح مراته السودانية وقال لها: عندك يوم وعندها يوم. قالت له: لا. قال لها: خلاص يومين عندك ويوم ليها. لا. طيب ثلاث أيام ليكي ويوم ليها. أبدا والله مرضى. طب عايزة ايه؟ خلي الأوكرانية يوم عندك ويوم عندي. واحد ماشي في عزم مراته بيضحك، الناس اللي بتضحك عليه ويضحك، قام جاي صاحبه قال له: انت بتضحك عليها قول لي. قال له: اول مره اعرف هي رايحه فين. في مسابقه معموله للي عنده 10 عيال يكسب مليون جنيه، ابو احمد عنده 9 عيال بس، راح لمراته وقال لها: احنا عندنا 9 عيال يا ولي، انا كنت مخبي عليك ان انا متجوز وانا ليا ابن من مرات التانيه، اما راح اجيبه علشان يبقى عندنا 10 عيال ونكسب المليون جنيه. وراح ولما رجع ما لقاش العيال، قال لمراته: فين العيال يا ولية؟ قالت له: كل عيل ابوه جه خده. ابقى جيب معاك بطاطس وانت جاي، ابقى جيب معاك بطاطس وانت جاي، بقول لك ابقى جيب معاك بطاطس وانت جاي، بقول لك ابقى جيب معاك بطاطس وانت جاي. انت بتقلدني ليه؟ انت بتقلدني ليه؟ بحبك يا حياتي، عاوز كم كيلو بطاطس. عائلة كسولة جدا، الزوج من شدة التعب هو قاعد كان بتتاوب، فجأة مراته قالت له: بالمرة وانت فاتح بقك اشخط في العيال.